ضيفي الليله امير مرتضى منصور، منورني النهارده. نورك يا اميره، ومبسوط اني معاك. وسنة طيبه. كل سنه وانت طيب. انت شخص دايما عامل مشاكل؟ تعمل مشاكل؟ انا لا خالص. خالص؟ لا خالص. انت طيب ولا شرير؟ تشوف نفسك طيب ولا شرير؟ الاثنين. الاثنين. بس انا سمعت عنك ان انت لما بتبقى شرير بتبقى شرير قوي. مع اللي يستحق يعني. مع اللي يستحق بس، لكن مع بقيه الناس انت تمام. لا، طيب بتعامل معاه بطيبه، والشرير بتعامل معاه بشر. هنشوف بقى بعد الحلقه دي انت طيب ولا شرير. طيب، اول قصه معايا النهارده. انت كنت في يوم من الايام ضابط شرطه، وكنت بتحب الشرطه قوي، وسبت الحقوق عشان خاطر تدخل شرطه، وبعدين ما بقتش ضابط شرطه وبقيت محامي. مال ده بالكوره؟ وده دايما الناس اللي كانت بتقعد تقوله طول الوقت، مال ده بالكوره؟ لا، هو ملوش علاقه بالكوره. هي الفكره في مصر كل الناس اللي لعبت كوره ما كانتش بتهتم بالدراسه، يعني دي حاجه كانت، ودي حاجه على فكره موجوده في العالم كله. معظم لعيبه الكوره اللي نجحوا او كملوا كده، يعني انت ما تعرفيش مثلا صلاح خريج ايه او اشتغل يعني او درس ايه وكده. هو انت عارفه صلاح ان لعيب الكوره الاسطوره بتاعنا، كريستيانو وميسي، الناس دي لما بتاخد الكارير بتاع الكوره بتاعها ان ده دي شغلانته، دي دراسته، دي كل حاجه. ايوه. انا فاهمه انت رايح فين على فكره. قول. تمام. بس لكن انا كنت يعني، انت قصدك يعني انه المفروض ان يبقى في ناس في الكوره في المنظومه يكونوا متعلمين كويس طبعا، فيقدروا ان هم يخططوا او طبعا يقدروا ان هم يدرسوا، صح؟ مش ده قصدك؟ اللي هو تبقى حياه طبيعيه. انت مش معنى ان انت بتلعب على فكره، المعادله اللي احنا بنقول عليها دي هتلاقيها قوي في الهاندبول. يعني كل لعيبه الهاندبول في مصر، في منتخب، في الاهلي، في الزمالك، كلهم خريجين هندسه، كلهم خريجين طب. هي الكوره بس شويه اللي بتاخد من التعليم وبتاخد من الدراسه وكده. فانا كنت لعيب كوره في الناشئين بتوع الزمالك من وانا صغير. وانا نفس الجيل بتاع شيكابالا. وكنت لعيب شاطر؟ كنت لعيب شاطر. لكن كان عليا ضغوط ان انا اكمل، لان الكوره خلي بالك جزء منها كبير ضغوط، وان انت تتحمل الضغوط وكده. انا لما كنت ناشئ كان والدي نائب رئيس نادي الزمالك. ففكره ان انا بقى بلعب في النادي والناس كلها عارفه ان ابويا رقم 2 في النادي، فهتعامل معامله خاصه سواء ايجابيه او سلبيه. طبعا اثرت عليا. اثرت عليك ازاي؟ اكيد كنت بتتعامل معامله خاصه ايجابيه مش سلبيه. لا. ازاي؟ هقول لك ليه. مثلا في الفترات اللي هي اللي انا كنت فيها صغير في مدرسه الكوره وفي قطاع الناشئين وكده، كان النادي في الوقت ده في مشاكل كتير يعني. كان في مجالس ادارات بتتحل، فاحنا يا اما بنبقى موجودين يا اما بنبقى عضويتنا مشطوبه اصلا. فانا يا موجودين بقوه يا اما يا مش موجودين خالص، يا بندير النادي يا مش موجودين زي دلوقتي. يا بندير النادي يا اما احنا بره النادي، مش مسموح لي ادخل النادي. انا متعلق لي ورقه ان انا عضويتي مشطوبه. مين علق لك الورقه؟ لا كتير. يعني ليه؟ يعني ليه لما حد يبقى موجود في مكان يطلع منه نعلق ورقه ان هو ما يدخلش المكان تاني؟ ليه؟ ده بقى عرف يعني، ده بقى عرف ان ما حدش بيجي يبني على شغل حد، هو دايما كل واحد برنامجه الانتخابي. انا عضو في النادي. سواء انا كنت في يوم من الايام. انت عضو في الاداره، من حقي انا كعضو ان انا ادخل النادي تاني. انت عضو، ليك قوه وليك شعبيه، ويتخاف ان انت تبقى ليك كامباك وعوده تاني. فتعالى دلوقتي واحنا موجودين وماسكين نخلص من الخصوم بتاعتنا. انتوا عملتوا في حد كده قبل كده؟ حطيتوا يافطه على الباب ممنوع دخول حد معين؟ اعتقد حصل، بس حصل باجراءات يعني، حصل باجراءات قانونيه، حصل خلي بالك انا برضو القصه بتاعت النادي والانتخابات والحاجات دي انا ما كنتش معني بيها قوي يعني. انا طول عمري يعني الحته الاجتماعيه بتاعت النادي وبتاعت الانتخابات وكده انا طول عمري عايز ابعد عنها يعني. عارف ان في يوم من الايام هتيجي، بس انا كنت يعني انا هتيجي لمين؟ هتحط في الموقف ده. يعني هتحط في موقف ان انا هبقى مرشح، هبقى عندي حاجه عايز اقدمها، مش هينفع تتقدم غير لو انا في مجلس اداره او في منصب في النادي. لكن انا يعني الفترة اللي أنا كنت موجود فيها أنا كنت معني أكتر بالكورة يعني.